خير؟ شو في؟ في موضوع مهم عايز اقول لك عليه. اللي هو انا من ساعة ما عرفتك وانا معجب بيكي. الشيء اللي مش فاهمه بس انتي ليه مش عايزة تدينا فرصة؟ فرصة واحدة بس. ما بعرف، انا مش حاسة انه انا مش عايزك تحسي، عايزك تجربي. جربي، مش خسرانين حاجة. ما بعرف بلال، ما بعرف. طب فهميني، طيب يعني مش عاجبك او مش شايفة نفسك معايا؟ من حقي اتليست افهم. لا مش هيك، بس يمكن المشكلة فيا انا. لا اكيد المشكلة فيا انا. بلال انت شخص كتير منيح، ولك فترة طويلة بتحاول وبتجرب وتلحقني، بس ما بعرف انا المشكلة. لا المشكلة ان انتي مش عايزاني حتى نجرب، مش مدياني فرصة. يمكن، مش يمكن، تأكيد. ادينا فرصة واحدة، فرصة جربي. يمكن يمشي الحال. يمكن ما مشي الحال. أوعدك إن أنا أعمل المستحيل عشان يمشي الحال، ولو ده ما حصلش مش خسرانين حاجة. اتليست أنتي مش خسرانة حاجة. طب أنا مش عايز منك جواب دلوقتي، بس عايزك تفكري، ولو حسيتي إن أنا أستاهل الفرصة دي هكون مبسوطة. بلال ما تجاوبنيش دلوقتي، حتى لو موافقة ما تجاوبنيش، بس فكر. مرحبا ليال، كيفك؟ منيح، أنا ماشي الحال. بدي أسألك، أبوك اليوم بيكون بالليل بالبيت؟ أكيد؟ طيب أنا اليوم المساء بطلع عندكم، إيه؟ اليوم. خلص أوكي ماشي. يلا ليال، باي باي. باي باي، مع السلامة، باي.
وين وهلا كيف صارت؟ طمنيني. بعدها على حالتك، كل يوم عم تسأل عنك. انت ليش ما عم تجي لعندها؟ لاني ما بحب اجي لما بيكون ابوكي هون. جديده عليكي يعني؟ ابي انه على اساس مانو ابوك. لا مالو ابي، انا عم اطمن عليها. واخيرا اجيت. انا كنت خايفه اموت قبل ما اشوفك لك امي. عيد الشر عن قلبك يا امي، الله يخلي لي اياكي. لا تحكي هذا الحكي. قديش صار لك ما شقيت علي؟ بعرف اني ما قصير، بس والله انت طول الوقت معي، طول الوقت عم فكر فيكي. اشتقت لك، اشتقت لك، اشتقت لك، اشتقت لك. وانا كثير كثير اشتقت لك. يلا لشوف. احكي لي. اخ يا امي دخيلك. جنبي هيك منيح؟ اي منيح امي. بدك تجلسي شوي؟ ظهري عم يوجعني من التسطيح. سلامة قلبك، سلامة قلبك. يلا احكي لي بالتفصيل الممل عنك وعن اخبارك، شو عم تعمل؟ شو عم تساوي؟ أنا ماشي الحال، رواق بهالشغل. لك بيقولوا العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. شو بدنا نساوي يا أمي طيب؟ يعني الحمد لله شغل منيح. الحمد لله. إيه كيفها لين؟ أمي أنا كل ما بدي أجي لعندك بدك تسأليني هذا السؤال. إيه لأنك بتعرف أني أنا بحب لالين وما بقدر أتصور حدا غيرها معك. طيب ماشي يا أمي، بس هذا الموضوع خلصنا منه. أنا ما أتحب أنه نحكي فيه. آخ شو كنت أتمنى ترجعوا لبعض قبل ما أموت. شو كنت أتمنى. بعيد الشر عن قلبك، بعيد الشر عن قلبك. بعد عمر طويل، بس يا أمي هيك أحسن. أنا ولين ما رح نرجع لبعض. خلي لي هالوش، اشتقت له أنا. إيه خلص بلا ما نحكي عن لين، احكي لي عنك أنت. شو بدي أقول لك لك أمي؟ عم تلعبي شدة؟ أنا شدة؟ من دواء لدواء الله وكيلك. كأنه ما حدا بيعرف شبني، ما حدا بيعرف شو عيلتي. خير يا أمي، خير خير. آخ اشربي لك نقطة مي، اشربي لك نقطة مي.